عصام يوسف. جبنا في الاستوديو مشاهدينا الكرام وطلبة مدارس مصر، اهلا ومرحبا بكم في الموسم الرابع والاقوى وحلقه جديده من برنامج العباقره. برنامج العباقره يقدم اليكم برعايه من يهتم بالتعليم في مصر، البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. في الموسم الرابع من العباقره، يا ترى مين اللي حيفوز بكاس البطوله؟ ويا ترى مين الطالب اللي حيفوز بكاس افضل لاعب؟ اما المكسب الاكبر ان كل اجابه صحيحه من طلاب بطوله العباقره هتساوي مبلغ نقدي في المرحله الاولى، كل نقطه ب 2000 جنيه وهيتضاعف الرقم وصولا للمباراه النهائيه. جميع المبالغ الماليه في اخر الموسم سوف تستثمر لتطوير المدارس الحكوميه في مصر. العباقره بشراكه البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. في الحلقات اللي فاتت طلاب مصر جمعوا 3,330,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية. تعالوا نشوف طلاب مصر النهاردة هيوصلوا المبلغ لكام. في الموسم الرابع 32 مدرسة بيشاركوا لأول مرة، 16 مدرسة حكومية و16 مدرسة دولية. ماتش النهاردة ماتش صعب، وللأسف الشديد مدرسة واحدة بس هي اللي هتكمل معانا مشوار البطولة. هنشوف هيحصل إيه. أول مدرسة معانا مشرفانا من العياط محافظة الجيزة، كلنا هنرحب بمدرسة بيتسا الثانوية. مدرسة بيتسا الثانوية المشتركة تهدف المدرسة إلى تنشئة جيل واع ومثقف وطلاب منتمين لوطنهم وأمتهم ورواد مسؤولين يوازنون بين ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات. تحرص المدرسة على تنشئة طلاب يتمتعون بمهارات شخصية وقيادية وقدرات إبداعية منوعة علمية وفنية وأدبية ورياضية، تعمل على تأهيل طلابها كي يصبحوا رواداً قادرين على مواجهة الواقع المتغير بكل تحدياته والتكيف معه بمرونة وحكمة، محافظين على هويتهم وأصالتهم المصرية. هيمثل مدرسة بيتسا الثانوية في مباراة النهاردة 8 عباقرة، هيبتدي منهم 4، وأول واحد فيهم أحمد إبراهيم. أنا اسمي أحمد إبراهيم، عندي 16 سنة، مدرسة بيتسا الثانوية، محافظة الجيزة. أنا معتمد علينا كلنا لأننا كلنا فريق واحد جايين نمثل اسم المدرسة هنا، واثق من الفوز وأدي التحدي. إسراء صبري. أنا إسراء صبري، عندي 16 سنة، مدرسة بيتسا الثانوية، من محافظة الجيزة، أنا شاطرة في الفيزيكس والماس، أنا خايفة من التاريخ، واثق من الفوز وأدي التحدي. إبراهيم أيمن. أنا إبراهيم أيمن، عندي 16 سنة، من مدرسة بيتسا الثانوية محافظة الجيزة. أشكر البنك الأهلي المصري إنه بيساهم في تطوير المدارس الحكومية في مصر، واثق من الفوز وأدي التحدي. دعاء عبد الحميد. أنا اسمي دعاء عبد الحميد، عندي 16 سنة، من مدرسة بيتسا الثانوية محافظة الجيزة. حاسة إن شاء الله هنفوز باللقب، واثق من الفوز وأدي التحدي. بيتسا الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ازيكم يا شباب؟ الحمد لله. أحمد، ازيك يا أحمد؟ الحمد لله تمام. قول لي يا أحمد، أنا عارف إن في استعدادات من الموسم اللي فات. طبعا. عملتوا إيه؟ الحمد لله استاذ عبد الرحمن، ان قدمنا لنا موسوعات كتير قدرنا نستفيد منها بشكل اكبر. قول لي حلمك ايه يا احمد؟ مهندس نووي ان شاء الله. نووي؟ ايه التخصص الصعب ده؟ ليه؟ انا بحب المجال النووي ده. بالتوفيق يا احمد. ان شاء الله. اسراء، ازيك يا اسراء؟ الحمد لله. جاهزه يا اسراء؟ ان شاء الله. ايه بتفكري في المستقبل ازاي؟ هتخش كليه ايه؟ اخش طب بشري، اتخصص في جراحه قلب. جراحه قلب كمان؟ عندك الجرأة انك تمسكي المشرد وتفتحي وتشتغلي جوه قلبه؟ ايوه. جايباه منين ده؟ القلب دي جايباه منين دي؟ جاهزه؟ جاهزه. بالتوفيق يا اسراء. ازيك يا ابراهيم؟ الحمد لله. خدت تشجيع قوي؟ الحمد لله. صح، وداخل كده في شغل يعني؟ الحمد لله. قول لي حلمك ايه يا ابراهيم؟ مهندس مدني باذن الله. مهندس مدني. بالتوفيق يا ابراهيم. دعاء، ازيك يا دعاء؟ الحمد لله. مستعديه؟ ان شاء الله. هتركزي في ايه؟ جغرافيا. جغرافيا وتاريخ؟ لا، جغرافيا وساينس. جغرافيا وساينس؟ ازاي؟ علمي وادبي؟ انت ناويه تدخلي ايه؟ طب ان شاء الله. برضو جراحه؟ بالتوفيق يا دعاء، وبالتوفيق مدرسه بيتسا. اما المدرسه الثانيه واللي هتنافس للوصول لدور ال 16 من العصافره محافظه الاسكندريه، نرحب كلنا بمدرسه القدس الدوليه. مدارس القدس صرح تعليمي عريق استطاع بكفاءته المتعددة
من إدارة ومدرسين أن يشق طريقه نحو الريادة التعليمية في مدينة الإسكندرية. تأسست المدرسة عام 2001 واستطاعت منذ ذلك الوقت أن تكون من أفضل المؤسسات التعليمية في محافظة الإسكندرية في مختلف نواحي التعليم الدولي واللغات. تمتلك المدرسة مقومات التعليم الناجح من حيث الإدارة المتميزة التي تعمل على تحقيق أفضل الخدمات التعليمية وبناء طالب متميز قادر على أن يكون له دور بارز في مجتمعه. حماس المدرسة القدس الدولية في ماتش النهاردة 8 عباقرة هيبتدي منهم 4 وأول واحد فيهم عبد الرحمن الشراوي. اسمي عبد الرحمن الشراوي، انا عندي 16 سنه، انا من مدرسه القدس الدوليه ومن محافظه الاسكندريه. انا شاطر في الماث والكيمستري، واثق من الفوز وقت التحدي. حبيبه البياع. انا اسمي حبيبه البياع، عندي 16 سنه، مدرستي القدس الدوليه محافظه الاسكندريه. انا موهبتي الغنى والتمثيل، انا استعديت للمسابقه وقريت في كذا مجال زي التكنولوجيا والمعلومات العامه كلها. عمر الجبالي. أنا اسمي عمر الجبالي، 17 سنة، مدارس القدس الدولية في اسكندرية. أنا استعدت للمسابقة كويس، قريت عن التاريخ والجغرافيا والمعلومات العامة بكافة المجالات. أنا واثق من الفوز وقد التحدي. وياسمين نعيم. أنا اسمي ياسمين نعيم، عندي 16 سنة، من مدرسة القدس الدولية محافظة اسكندرية. أنا وهبتي الرسم والقراية. أنا بشكر البنك الأهلي المصري إنه بيساعد في تطوير المدارس الحكومية في مصر. أنا واثق من الفوز وقد التحدي. القدس، الحمد لله على السلامة. منورنا في القاهرة. ازيك يا شراوي؟ تمام الحمد لله. جاهز يا شراوي؟ جاهز جدا يعني. قول لي حلمك ايه؟ ابقى مهندس نانو تكنولوجي. نانو تكنولوجي تخصص صعب وجديد وجديد والمستقبل. ربنا يوفقك حبيبه. ازيك يا حبيبه؟ تمام. ايه موضوع فلافي والدوشه اللي انت عاملاها من ساعه ما ابتدينا؟ لا عادي. ايه جاهزه؟ الحمد لله. متحمسه جدا؟ قلقانه؟ لا. حلمك ايه؟ ابقى سايكولوجيست او ممثله. برافو يا حبيبي. عمر، ازيك يا عمر؟ الحمد لله. قول يا عمر، ناوي تبقى ايه؟ طبيب بشري يا دكتور. بالتوفيق يا عمر. ياسمين قلقانه؟ باين؟ باين جدا. كلنا حاسين بيكي. قلقانه ليه يا ياسمين؟ قولي لي ياسمين، ناويه تخش كليه ايه؟ ممكن صيدله. بالتوفيق يا ياسمين، وبالتوفيق مدرسه القدس الدوليه. التشجيع قوي جدا من قبل ما نبتدي. اصبروا، الماتش لسه وصلنا طويل جدا. العباقرة في الموسم الرابع 5 فقرات: العلم، المعرفة، الفنون، ضربات الجزاء، وعجلة الحظ. بنشرح قبل كل فقرة الموضوع هيمشي ازاي، استعجلوش. وأول حاجة هنبتدي بيها هي سؤال السرعة. سؤال السرعة. طبعا انتوا عارفين ان سؤال السرعه ما فيش عليه نقط، بس عايزين نعرف مين المدرسه اللي هتجاوب اجابه صحيحه علشان تبتدي الاول. تمام. والسؤال هو: كم عدد الوان علم دوله المانيا؟ 3. شرقاوي؟ 3. هما ايه الثلاثه يا شرقاوي؟ احمر واصفر احمر واصفر اسود. احمر واصفر واسود. هتبتدوا الاول يا عبد الرحمن. ثلاث ألوان هي الإجابة الصحيحة، وبكده القدس هي اللي هتبتدي الأول. وهنبتدي بأول فقرة هي فقرة العلم. العلم. العلم 4 أجزاء: جغرافيا، تاريخ، أدب، وعلوم. كل مدرسة هتاخد سؤال إجابته الصحيحة ب10 نقط، غير لو استخدمتوا الجوكر. الجوكر بدبل سكور 20 نقطة. وأول حاجة هنبتدي بيها هي جغرافيا. يا ترى في جوكر في جغرافيا ولا مفيش؟ مفيش جوكر. جغرافيا. والسؤال هو: ما اسم المضيق الذي يفصل بين قارتي آسيا وأوروبا؟ ما اسم المضيق الذي يفصل بين قارتي آسيا وأوروبا؟ ما تتكلمش عمر معايا، مش من حقك. داسر على البزر بقت لوحدها. ياسمين إجابتك؟ مضيق البوسفور. ثانيتين، كان ممكن انتوا الأربعة تكلموا مع بعض. ياسمين 10 نقط إجابة صحيحة. مضيق البوسفور هي الإجابة الصحيحة، ولو كنتوا استخدمتوا جوكر كان زمانكم بقيتوا 20. وبكده القدس 10، بيتسا ما عندهمش نقط بس عندهم سؤال في الجغرافيا.
في جوكر؟ لا لا ما في جوكر. جغرافيا. والسؤال هو: ما هي الدولة الأفريقية المحاطة بدولة جنوب أفريقيا من كل جهات؟ الكاونتر نزل على مهلكم. ما هي الدولة الأفريقية المحاطة بدولة جنوب أفريقيا من كل جهات؟ وفاضل خمس ثواني. واحد. يا جماعة خدتوا العشرين ثانية. انت عارفة مش فاكرة دماغ. مش فاكرة. هارد لك يا حمد. القدس. عبد الرحمن ما عندوش حاجة يخسرها. ممكن الشاد. ممكن. صح بتستأذن صح؟ اه يعني ده مش تخمين حتى، دي استئذان، حاجة جديدة. شلاوي انت طبعا عارف الإجابة دي ايه؟ غلط؟ لا مش غلط. ايه؟ إجابة خاطئة. خاطئة. استعدوا للأربع اختيارات، يا زائد خمسة يا ناقص خمسة. والاختيارات قصادكم على الشاشة. موزمبيق، ملاوي، سيراليون، لسوتو. يا خمس نقط يا ناقص خمس نقط. حد هيغامر؟ احمد ابراهيم قلت لي ده انا حاطط ايديا على البزر اول ما جمعت كده. ما لقيتهاش؟ لا ما لقيتهاش، اختفت. طيب الاجابه الصحيحه لسوتو. كان لازم تعرفوه. النتيجه ما زالت بيتسا ما عندهمش نقط، قدس الدوليه 10، وعندهم سؤال في التاريخ. في جوكر؟ لا ما فيش جوكر. تاريخ. والسؤال هو: في أي عقد من القرن التاسع عشر اغتيل الرئيس الأمريكي إبراهام لينكولن؟ فاضل عشر ثواني. في أي عقد، يعني أربعينات، خمسينات، ستينات، سبعينات، ثمانينات، تسعينات، وفاضل ثانية. محدش يتكلم معاها. إجابتك؟ الأربعينات. أربعينات. غلط؟ أنت مقتنعة أنها الأربعينات؟ مش مقتنعة صح؟ الإجابة دي طلعت من عند مين؟ يعني مين المسؤول عن الإجابة دي؟ أيوة بس برافو عليك. حبيبة هقول لك إجابة خاطئة. بيتزا في إجابة ولا فيش إجابة؟ أحمد. ستينات. أربعينات وستينات. أربعينات غلط وستينات. أحمد أول عشر نقط إجابة صحيحة. الستينات هي الإجابة الصحيحة. برافو يا أحمد. كده نتيجة تعادل. عشرة الكوتس الدولية، عشرة بيتزا. وبيتزا عندهم سؤال في التاريخ. في جوكر؟ لا طبعا ما في جوكر. تاريخ. والسؤال هو: في أي عام تم إطلاق سراح نيلسون مانديلا؟ الكاونتر نزل. خدوا وقتكم للآخر. فاضل عشر ثواني. في أي عام تم إطلاق سراح نيلسون مانديلا؟ فات 15 ثانية. وأحمد هيجاوب ولا هيخمن؟ هخمن. هتخمن. دي تخمينة صعبة شوية. 1981. كنتوا كام يا أحمد؟ 12. بيته كام؟ 10. بيته 10 صح؟ برافو يا إبراهيم. إجابة خاطئة. يا ترى هنخمن ولا هنجاوب ولا هنفتي؟ سمع عجبكم. نفتي بقى. نفتي بقى؟ يلا. يلا يا شراوي. يلا. ماشي. 57. إجابة خاطئة. استعدوا للأربع اختيارات، يا زائد خمسة يا ناقص خمسة. والاختيارات هي 1995، 1960، 1990 و 1970. يا زائد خمسة يا ناقص خمسة. في حد هياخد الريسك؟ ما حدش هياخد الريسك. كنت هتقول ايه يا حبيبي؟ 1990. 1990. وانتوا كنتوا هتقولوا ايه؟ 95. 95. طبعا 95 كانت غلط. لو قلت 1990 كانت إجابة صحيحة. هارد لك يا حبيبي.
كده النتيجة ما زالت تعادل، القدس 10 بيتسا 10. ودلوقتي عندنا سؤالين في الأدب والسؤال لمدرسة القدس، لأن هي اللي جاوبت على سؤال السرعة بإجابة صحيحة. في جوكر؟ لا. 20 نقطة. العلم. سايبين للعلوم. وضحت. أدب، والسؤال هو من هو مؤلف رواية ظل الأفعى؟ الكاونتر نزل. على مهلكم. فاضل 11 ثانية. ظل الأفعى مين اللي كتبها؟ حبيبة. نجيب محفوظ. حبيبة. نجيب محفوظ إجابة خاطئة. هنجاوب ولا هنفتي؟ هنفتي. هنفتي. افتي يا أحمد اتفضل. إبراهيم عبد القادر. أحمد إجابة خاطئة. أربع اختيارات، يا زائد خمسة يا ناقص خمسة. الاختيارات قصادكم على الشاشة: يوسف إدريس، يوسف زيدان، توفيق الحكيم، ويحيى حق. يا بزائد خمسة يا بناقص خمسة. بيتزا مش عايزين ياخدوا الريسك، والقدس مش عايزين ياخدوا الريسك. الإجابة الصحيحة يوسف زيدان ولا أي حاجة يا جماعة. الأديب يوسف زيدان، الأديب المعاصر، والرواياته عظيمة جدا، لازم تبقوا عارفينها. مش بس تبقوا عارفينها، انتوا كمان لازم تقروها. صح؟ صح. كلنا نحيي الأديب يوسف زيدان. السؤال الثاني في الأدب لمدرسة بيتزا، ما تستعجلوش وما فيش جوكر، أنا عارف. تمام؟ أدب، والسؤال هو من هو مؤلف رواية موت صغير التي فازت بجائزة بوكر العربية؟ من هو مؤلف رواية موت صغير التي فازت بجائزة بوكر العربية؟ 10 ثواني. جائزة بوكر جائزة مهمة. 1. أحمد. بهاء طاهر. هو مش مصري، فيا أحمد إجابة خاطئة. في إجابة؟ لا، ما فيش إجابة. الأربع اختيارات يا زائد خمسة يا ناقص خمسة، والاختيارات قصادكم على الشاشة: محمد حسن علوان، يوسف زيدان، إلياس خوري، محمد عبد النبي. محدش عايز إجابتك. محمد حسن علوان. محمد حسن علوان بخمس نقط إجابة صحيحة. محمد حسن علوان هي الإجابة الصحيحة. برافو حبيبة. كده نتيجة 15 قدس الدولية 10 بيتزا. دلوقتي عندنا آخر سؤالين في الفقرة، سؤال لقدس، وعندهم فرصة يستخدموا الجوكر. في جوكر؟ اه. دوس على البازر. جوكر ب 20 نقطة في فقرة العلوم، بس خلي بالكم ال 20 نقطة ممكن يطلعوا من هنا يروحوا هنا. إن شاء الله. جاهزين؟ إن شاء الله. لا. علوم، والسؤال هو ما هو أثقل الغازات في الجدول الدوري؟ ما هو أثقل الغازات في الجدول الدوري؟ وفاضل 10 ثواني. إجابتك يا عمر؟ ثاني أكسيد الكربون. ثاني أكسيد الكربون. عمر ب20 نقطة إجابة خاطئة. أحمد على مهلك، إجابتك يورانيوم. يورانيوم على 20 نقطة. مين اللي تلعب الإجابة؟ هو لينا والله. لا لا، إبراهيم قال لي هو. شو باعك؟ كان معاكو كام؟ 10. بقوا كام؟ بقوا 10. بقوا 10. برافو يا أحمد، إجابة خاطئة. استعدوا للأربع اختيارات، بس خلي بالكم دلوقتي الاختيارات يا زائد 10 يا ناقص 10. والاختيارات هي الأكسجين، الزنن، الهيليوم، الرادون. إجابتك الزنن. الزنن. يا حبيبة خدتوا ريسك صح؟ اه.
كان معاكم كام؟ 15. وبقى 5 إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة الرادون. شفتوا بقى الجوكر ريسك، مفيش هزار. النتيجة بقت 5 قدس 10 بيتزا. آخر سؤال، يا ترى في جوكر ولا مفيش جوكر؟ مفيش جوكر، خسارة. دول 20 نقطة، ممكن تهرب بالماتش. لا انتوا حرين، ممكن هم يهربوا، ممكن الجوكر يبقى يستحزوا حدين يتقلب علينا، ممكن بس سؤال صعب لينا وسهل اليوم. قلقانين؟ بلاش بلاش علوم. والسؤال هو كم مليمتر في الديسيمتر؟ كم مليمتر في الديسيمتر؟ فاضل 10 ثواني. كم مليمتر في الديسيمتر؟ فاضل. إسراء. 10. إجابة خاطئة. في إجابة ولا مفيش إجابة؟ عمر إجابتك 100. كنتوا كام؟ 5. بقيتوا 15. إجابة صحيحة 100. إجابة صحيحة. وبكده النتيجة 15 القدس 10 بيتزا. هنخرج فاصل ونرجع لكم مرة تانية مع فقرة المعرفة والعباقرة. يبقى طلاب مصر جمعوا 25 نقطة في فقرة العلم، وكل نقطة ب 2000 جنيه بما يساوي 50,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر.